صباح الخير صباح أمي. النور، الله يسلمك. واو، أحضرت أمي لي فاكهة جديدة، بيبينو. يا شوتو سرادني، نسينا هذه ربطات بذور. كذلك الآن الورقة وتكزيدها يا شكوس. سنتذوق. والله رائحة هذه الفاكهة جميلة، أما طعمها فيشبه شمامة غير حلوة. أطعم الطفلة وفي نفس الوقت سأشرب الشاي هكذا مع بيتزا اشتريناها أمس. هنا شاي وبيتزا وجبن بالزبدة. Девочка, такая маленькая. Ой, не могу. Ой, какая хорошая девочка, какая она крутая, какая она классная. Юстечка, а тебе всякие тут игрушки. О, Юстечка. А я хорошая девочка, давай. Давай. Моя силочка. Массажик для животика. Низочка. Вот так. الآن نقوم ببعض التمارين. جميل. так, праворуч, ліворуч. Ну, добре. Пружиночка. رائعة. تساقط سال جديد. اليوم عندنا 14 من ديسمبر. It's winter time. ما شاء الله. من يحب الرسم يمكن أن يرسم من هذه الأوراق من تقويم السنة. يوستينا تنام وأمي تقشر الجوزة الشائعة وتستمع إلى الأخبار. الجوزة الشائعة. بسكينة. شربت أمس بعض المشروبات الباردة، لذلك اليوم أشعر بالألم الخفيف في حلقي، لذلك قررت أن أغرغر حلقي. سأريكم كيف أفعل ذلك. في الماء الدافي أضيف الملح، ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من صوديوم وأقلب. كذلك تستطيعون أن تضيفوا عدة قطرات من اليود. والآن أذهب إلى الحمام وسأغرغر. على فكرة في الجامعات الأوكرانية حيث يتعلم الطلاب اللغة العربية يعلمون الطلاب نطق حرف غين بطريقة غرغرة الحلق، يعني يقولون تخيلوا وكأنكم تغرغرون الحلق غين هكذا. نتعلم نحن الأجانب. إن شاء الله
سيزول الألم. ربما تعرفون طرق فعالة يعني لتخفيف الألم في الحلق، فاكتبوا لي من فضلكم في التعليقات يعني الطرق التي جربتموها بأنفسكم. في الفترة الباردة من السنة كثير من الناس يمرضون. أمي تقشر الشمندر المسلوق، جميل، هذا أيضا جميل للهضم. الحياة تسير على قدم وساق، الطرقات زالقة. أنا أمي ماذا حضرتي؟ هذا شمندر مسلوق، سلطة شمندر ومايونيز والثوم، وكذلك شوربة رسولنك بالخيار المخلل. ألف شكر لك أمي، ألف شكر. وكذلك هناك معكرونة وأشياء أخرى. شهية طيبة. وكذلك هنا معكرونة باللحم، جميل. كذلك يساعد عند الألم في الحلق القرفة، لا ليس القرنفل، القرنفل المجفف. تمضغون القرنفل في الفم لمدة طويلة جدا، وهذا يطهر الفم والحلق. سأخذ ثلاثة عيدان من القرنفل وهكذا، وأمضغ لمدة طويلة. أهدر زوجي شيئا، هذه حقيبة ظهره. أهدر زوجي البيض من بيته وعصير الطماطم، وكذلك والدة زوجي صنعت لي هذه الجوارب بنفسها. الآن سأجرب، إنها تعرف الحياكة. أوه، أمي ماذا تفعلين؟ شتر وجمال. ستحضر أمي المقرمشات في الفرن، رائعة. يمكن أن نأكل هذه المقرمشات بالشوربة، ممكن السوب، مهم. جميل، رائعة، ما شاء الله، تعجبني هذه الجوارب. الآن سنتناول العشاء، هذا لزوجي، هذا لي، هذا أيضا لزوجي، عصيدة القرعة. رائعة. ليلة سعيدة، مع السلامة.